الكبار بيتحط الشباب موجودة وكله تمام بيتحط. ماشي سنفل عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سنة أولى فطاطري. يعني سنة فطاطري الفطاطري 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 احنا هنا في الفطاطري الفطاطري فقط الفطاطري. احنا احتلينا المطبخ بتاع علاء زي ما انتم شايفين كده اهو بس ما حدش يقول لها. اشتغل النهارده في المطبخ بتاع علاء ونغطت عليها نشيل بس دي كده. طيب النهارده هنعمل لكم ايه بقى؟ مش عارف هنعمل ايه النهارده. انا اصلا محتل المطبخ بتاع علاء فمستني بس اشوف هتعمل ايه ولا الرياكشن بتاعها هيعمل ايه. بصراحه مش عارف هتعمل ايه لما تلاقيني هنا معاها. بس احنا كده كده مجهزين دنيتنا والدنيا زي الفل وهنقدم احلى حلقه النهارده مع بعضينا. سنة أولى ولا مش سنة أولى؟ والفطاطر هي قدامكم ملعلع وملعلط الدنيا وزي الفل 10 على 10. بس احنا محتاجين نستعد برضه، لازم نستعد نمسك خشب احسن لا تيجي تتخانق معانا تبقى مشكلة. صباح الفل. أهلا أهلا. إيه ده؟ صباح الفل. أنا أزعجتك كل حاجة؟ لا لا خالص خالص خالص. إيه ده؟ إيه ده؟ أهو إيه؟ ده إيه ده يا فندم؟ يافطة سودة يافطة حلوة أهي. دي يافطه حلوه؟ ايوه. هات منديل من هناك. ايه ده؟ لا لا ليه كده؟ حلوه حلوه اهي. انت واخد راحتك قوي. الفطاطري ولا طبخه؟ ما تديني انت العصايه. لا لا دي حلوه دي حلوه. آه. دي بتاعت فرد الفرد البتاع. انت شايفك سعيد قوي مبسوط. ايوه بصراحه المطبخ حلو كده وبرح. شايفك شايفك ما شاء الله مندمج قوي. برح وحلو. حلوه السبوره دي. جميله. والخط ايه رايك في الخط؟ الخط جميل. سيبك من الخط بس بتكلم على اسم الفطاطري ده. طب بذمتك مش الفطاطري يعني ملك نفسه كده وماسك نفسه؟ ايه هو ده اللي مالك نفسه ماسك الفطاطري نفسه. انت مبسوط؟ انت بتخوفني بالعصايه اللي في ايدك. لا لا ده انا ماسكها بس على فكره انا في حاجات تقيده. فين الحاجات انا دي؟ انتوا شايلين كل حاجه من تحت كده؟ لا دي على فكره بيقول لك الكرتون المصمت ده. ايوه بيبقى حلو. ما ده برضه بص خشب مصمت. الكرتون البتاع ده بصوا شايفين ده بيبقى لسعته. بس على اي حال يعني لا احنا ما نقدرش نعمل الكلام ده خالص. انت منورني. انا ما اقدرش ابدا. انت منورني النهارده. يا رب يخليك قوي يعني بجد انا مبسوطه قوي ان انت معايا النهارده.